أحسن الله إليك. يقول السائل: ألا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك لأن المال لسيده؟ إيش؟ يقول: ألا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك لأن المال لسيده؟ ما هو بزكاة مال يا أخي، هذه زكاة بدن، زكاة بدن، ما هي بزكاة مال. والزكاة تجب على المنفق، من تجب عليه نفقة الشخص تجب عليه فطرته، والسيد يجب عليه الإنفاق عن العبد فيخرج زكاة، مثل ما أنه يخرج عن زوجته وعن أولاده وعن من يمونهم ينفق عليهم. فصدقة الفطر تتبع النفقة، تتبع النفقة، فالذي ينفق هو الذي يخرج صدقة الفطر. نعم.